السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، وازاي نعمل تصميم سوشيال ميديا للمنتج بتاعنا. والمنتج المره دي هيكون للاكل، مش هياخد مننا اي وقت خالص يا شباب، بكل سهوله. وفي نفس الوقت نقدر نغير المنتج ونخليه منتج تاني مختلف عنه، ولكن يكون المعنى واحد. تمام يا شباب، بالاخص لو انت شغال في التسويق بالعموله او في التسويق بشكل عام. رقم واحد يا شباب، معانا المنتج بتاعنا بالشكل ده، وهو يكون بي ان جي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام يا شباب. رقم اتنين، معانا ملف الاسيست، واللي هو هيكون فيه كل حاجه احنا هنستخدمها في التصميم. طبعا انا هسيب لكم ملف الاسيست ده في الديسكريبشن او في الوصف، هتنزلوه من اللينك دايركت على طول، وفي نفس الوقت هتقدروا تستخدموه فيه كل حاجه بدون اي مشكله. تمام يا شباب. رقم واحد، علشان ما اطولش عليك، هتيجي هنا كده هتلاقي فيه حاجه اسمها باك جراوند واللاير دي، واللي هي تبقى بالنسبه لك في الملف برده، فعلها على التصميم هيكون الشكل ده. تمام يا شباب، المنتج معانا اهو بالشكل ده برضه. تمام. طيب وبعدين هنيجي هنا يا شباب، هتلاقي في حاجه اسمها فاير سموك، دي انا سيبها لك لاير برضه، ان انت تفعلها يظهر معاك الشكل اللي انت شايفه على الجناب ده. تمام يا شباب. بعد كده يا شباب هتلاقي في حاجه اسمها نيون لايت، لو فعلناها هيظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هي يا شباب بالشكل ده. طيب وبعدين هنيجي بقى هنا يا شباب، وهنكتب اللي احنا عايزينه. الاول هنقفل الاسيست تاني كده بالشكل ده، وهنكتب هنا اللي احنا هنكون محتاجينه، واللي هي الجمله اللي هتكون بتعبر عن المنتج اللي معانا، وهي هتلفت نظر الزبون المستهدف. تمام يا شباب. وليكن انا هكتب ايه الجمله دي، او لو انت هتكتب كلمتين او ثلاث كلمات، انا وليكن كاتب ثلاث كلمات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. طيب وبعدين هنيجي وليكن على الكلمه الاولى، واللي هي دي بالشكل ده، وهنضغط عليها كليكين من هنا كده، وهنجيبها بالشكل ده. نختار وهنغير اللون بتاعها، وليكن للون ده لو احنا شايفينه مناسب، عايزين نخفف اللون او نتقله على حسب ما احنا ما نكون شايفين الافضل ايه بالنسبه للتصميم، ولكن يكون من الالوان الخاصه بالتصميم نفسه. تمام يا شباب بالشكل ده وليكن. وبعد كده يا شباب نفس الكلام على المنيو، هنختار كلمه برضو ونضغط كليكين، ونيجي من الكلر وهنخليها بنفس اللون ده يا شباب وليكن بالشكل ده. تمام. طيب وبعدين هنخلي سبيشال بالشكل ده زي ما هي كده، وهناخد ثلاث كلمات مع بعض بالشيفت كنترول حرف الجي اللي في الكيبورد عشان يكونوا في جروب مع بعض كده يا شباب بالشكل ده، وهنخليه وليكن بالشكل ده علشان خاطر لو انا حبيت اضغط كنترول حرف التي واحركه في اي مكان يتحرك معايا بالشكل ده. تمام. طيب وبعدين هنيجي هنا يا شباب هنحط اكونتات السوشيال ميديا بتاعتنا. تمام يا شباب، وليكن انا حطيت اكونتات السوشيال ميديا بتاعتنا بالشكل ده. طب تمام. وبعدين هنحط اللوجو بتاعنا هنا كده بالشكل ده، وليكن لو هو عندك في الوان، او لو هو ابيض او اسود او بالالوان دي كده، انت ممكن تخليه لون واحد لو هو اللوجو بتاعك اصلا لون موحد بالشكل ده، انت ممكن تخليه قريب من اللون برضو الخاص بالمنتج بشكل كويس. تمام يا شباب. بعد كده هتلاقي في معانا لاير اسمها تكست اليمنتس، دي برضو انا هسيبها لكم. هتلاقي برضو التكست اليمنتس يا شباب بالشكل ده، نقدر ندوس كنترول حرف التي، انا هسيب لكم واحده، انتوا طبعا تكرروها مره كمان بالشكل ده، وهتقدروا ان انتوا تقربوها كده وليكن بالشكل ده، وليكن يا شباب بالشكل ده. حابين انتوا تكرروهم مره كمان، هتضغط على الاثنين مع بعض كده بالكنترول، بعد كده كنترول حرف الجي هيتكرروا معاك، او لو انت عايز تكررهم بطريقه ثانيه مش عارف تكررهم بالطريقه دي، هتيجي تاخد الاثنين مع بعض كده وتجيبهم على علامه اللاير بالشكل ده، يتكرروا معاك مره كمان، يبقوا بالشكل ده يا شباب. لو ضغطت كليك يمين وعكسناه هيظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن نضغط كنترول حرف التي ونظبطهم بالشكل ده كده، نصغر شويه بالشكل ده كده وليكن، وممكن نغير الالوان بتاعتهم كليكين بالشكل ده، نيجي من هنا من الكلر ونخلي اللون بتاعهم قريب من اللون ده، نضغط اوكي، وهناخد بالالت، هنضغط حرف الالت اللي في الكيبورد يا شباب، ومن على الاف اكس دي هنسحبها كده بالماوس، وهنجيبها على اللاير اللي تحتها، يظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده، يبقوا الاثنين لونهم اصفر. ده لو احنا عايزين نعمل حاجه زي كده يا شباب. تمام. انا بوريكم عشان خاطر تبقوا انتوا لو حابين تطبقوا ده. بعد كده يا شباب معانا الالمنتس بالشكل ده، نفعلها هتلاقي معانا هنا شكل كده كويس جدا، بلان ايكون بالشكل ده هيظهر معاك الشكل اللي انت شايفه ده، تضغط عليه كنترول حرف التي، ممكن تكبره كده شويه لو انت حابب، وتظبطه كده على الكلمة نفسها يدل على الجملة اللي انت كاتبها. تمام يا شباب. وهنا كده هنحط الخصومات بتاعتنا بدون اي مشكلة. بعد كده يا شباب بعد ما نحط الخصومات بتاعتنا، وليكن بالنسبة لك انت لو هنا في عندك خصومات طبعا انت هتحطها، هنيجي بقى على المنتج نفسه عشان شايفين هو فاتح جدا والباك جراوند لونه مختلف، هنيجي من هنا كده هتلاقي في كلر بالانس، بعد ما هتضغط عليه يا شباب هتدوس حرف الالت، وهتلاقي في سهم ظاهر لك كده على اللاير من هنا، هتضغط عليه مش ظاهر لك، هتدوس من هنا كده السهم هتلاقيه موجود هنا برضو، هيبقى التطبيق كل الالوان على المنتج نفسه بس، او على اللاير اللي انت عامل عليها السهم. يعني لو جينا عملنا كده هتلاقي اللي بيتغير بس اللاير اللي انت حاطط عليها الافكت. بالشكل ده يا شباب لونها قرب من لون الباك جراوند شويه. بعد كده هنيجي هنا كده بالشكل ده، وهنختار كلر وليكن لو احنا هنظبط ايديت يدوي بالشكل ده.
بالشكل ده يا شباب. لو جينا شلنا الايديت اللي احنا عملناه يظهر معانا الشكل ده، لو صغرنا من هنا كده شوية شفنا الايديت تلاقي الوضع مختلف اكتر، الالوان ظاهرة اكتر، في نفس الوقت المنتج نفسه بعد ما عملنا الايديت عليه بقى ظاهر اكتر مع الالوان اللي موجودة في الباك جراوند اللي فيه. كبر كده بالشكل ده هتلاقي شكل ممتاز جدا. وبس كده يا شباب تكون الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب تعليق قول لي فيه رأيك، وقول لي لو انت محتاج تصميم لحاجة معينة او لمنتج معين او بشكل معين، او لو محتاج مونتاج لفيديو معين، ولو استفدت من المحتوى يا ريت تشاركه عشان غيرك يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.